كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عن موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن، مؤكدا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وافق على إرسال وفد من الخبراء الإسرائيليين إلى الدوحة أو القاهرة للعمل على المقترح الذي يتضمن وقفا لإطلاق النار. نتنياهو أكد موافقته على مقترح بايدن الذي يسمح بوقف إطلاق النار في غزة على أساس مرحلي يتم خلاله بالتزامن تبادل الأسرى، والخطوة الحاسمة الآن هي موافقة حماس وسد الفجوات. وقد أكد نتنياهو استعداده لإرسال وفد من الخبراء إلى الدوحة أو القاهرة للعمل على ذلك. كما شدد وزير الخارجية الأمريكي على أن كل يوم يمر بالحرب في قطاع غزة يشكل تهديداً على حياة المحتجزين، مشيراً إلى أن المقترح الذي قدمه الرئيس بايدن هو الأفضل لإنهاء المعاناة وإيصال المساعدات. المقترح الذي طرحه بايدن هو الأفضل لإنهاء المعاناة. كل يوم يمر يشكل خطرا على حياة المحتجزين، كما يسمح المقترح بإيصال المساعدات إلى غزة وإنقاذ الأطفال. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، قال إنه يتم بذل الجهود للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الرهائن المحتجزين في غزة على قيد الحياة في المرحلة الأولى من الصفقة، مشددا على أهمية الدور الأمريكي في الدفاع عن إسرائيل. لقد عقدت اليوم اجتماعا جيدا ومهما مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، وإنني أقدر بشدة الجهود التي تستثمرها الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل ضد المحور الإيراني، كما أنني أقدر تقديرا كبيرا التفهم الذي أبدته الولايات المتحدة لمصالحنا الأمنية والحيوية في الوقت الذي نبذل فيه جهودنا المشتركة لتحقيق صفقة لإطلاق سراح الرهائن. وأود أن أؤكد على أنه يتم بذل الجهود للإفراج عن أكبر عدد من الرهائن على قيد الحياة في المرحلة الأولى من الصفقة. في زيارته التاسعة للشهر العاشر من الحرب، فرصة أخيرة، إما التوجه نحو الهدوء أو المخاطرة باتجاه حرب شاملة، خيارات طرحها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بعد أن حطت طائرته في تل أبيب في محاولة منه لتجسير الهوة بين كافة الأطراف والحد من نقاط الخلاف. هذه لحظة حاسمة، ربما تكون أفضل فرصة وربما الأخيرة لإعادة الرهائن إلى ديارهم والتوصل إلى وقف إطلاق النار ووضع الجميع على مسار أفضل للسلام والأمن الدائمين. في إسرائيل تباين كبير للمواقف بدأ يظهر جليا. وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت اتهم نتنياهو بتأخير صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار. خصوم نتنياهو يضغطون عليه لاغتنام الفرصة، وحلفاؤه يريدون مزيداً من الضغط العسكري على حماس واستمرار التمسك بالشروط. نحن ندير حملة عسكرية ونعمل على إطلاق سراح مختطفين في الوقت نفسه. هذه مهمة أخلاقية ووطنية في المقام الأول. نحن نمر برحلة معقدة للغاية عندما تقف على الجانب الآخر منظمة إرهابية. وفق صحيفة يادياوت أحرانوت، إن تعثرت المفاوضات فإن حزب الله يتجه نحو استهداف تل أبيب، ومخاوف أخرى من احتمال هجوم إيراني واسع، الأمر الذي قد ينذر بحرب شاملة، حرب تفاقم من أزمة المدنيين في غزة، وقد تنقل الرهائن الإسرائيليين فيها من عداد المحتجزين إلى عداد المفقودين.